أنا بعلمك 3 أدعية أقسم بالله إن حفظتها إن الله يكفيك شر الأشرة. واحد بيستقعد لك، بيضرك، بيسبب لك مشكلة، يبغى يخرب حياتك، 3 أدعية احفظها وعلم غيرك. الدعاء الأول حسبنا الله ونعم الوكيل، آخر دعاء قال إبراهيم عليه السلام عندما قذفوه في النار، إيش قال الله تعالى؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 2، اللهم اكفنيهم بما شئت. الدعاء الثالث، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إني مظلوم فانتصر، والله إني انتصر لك الله، إن يوفقك ونجعل بينك وبينهم حاجز. أسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الأشرار والحاسدين، ويجعلنا وإياكم فتح الخير مغاليق للشر. ننشر المقطع لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه. الله يوفقنا وإياكم.